أوكي إن شاء الله. السلام عليكم. السلام. كيف حالك مستاذي؟ الحمد لله بخير. تفضل خبر خبر عن رحلتكم وعلاقتكم بين بشركتنا كيس. كيف كانت الرحلة من عمان؟ الحمد لله رب العالمين. في البداية يعني تعرفنا على الشركة. أنا عن نفسي تعرف عليها صدفة في الإنترنت. تقدرت أنا في الشركة. أيوة. الآن كنت في الإنترنت شفت بعض المنتديات الخليجية تذكر عندنا شركة كيسي تقوم بعمل يعني حجوزات وتأخذ السائح إلى أماكن مختلفة في كيرلا ويعني وأسعار طيبة ومناسبة للكل يعني وخاصة مع العوائل يعني. أيوة. فتناقشت مع بعض الأخوان هناك والحمد لله يعني جاء الاختيار على هذه الشركة. طبعاً في البداية أول ما خلينا توفيق الله عز وجل وتيسرنا الحمد لله رب العالمين. عندما تعرفنا على هؤلاء الشباب الشركة مثالكم مثال راشد ومثال الحمد لله تعرفنا أيضا على سائق قميش سائق متميز وقيادته طبعا طيبة ومريح لأبعد الحدود ويذهب بنا كيفما نريد وأينما نريد يعني. فذهبنا واستقبلونا يعني في المطار كان في الموعد المحدد يعني استقبال الوصول الحمد لله طيب مبارك. وصلنا إلى المكتب واستقبلونا بحفاوة وإن شاء الله يعني نتمنى لهم مزيد من التوفيق والنجاح إن شاء الله إن شاء الله في رحلات قادمة مع عوائل متعددة سواء خليجية أو عربية أو عوائل وفاميلي وأسر هندية كل الجميع يتناسبون أو يتوافقون مع جميع الأسر ومع جميع الناس والعراق ويعني الخلق بشكل عام. فهم يعني متميزون بالاحترام والتقدير. أي ملاحظ عندك في أي فندق نتعامل صراحة مع الأخ راشد تعامل طيب. عندما نرسل بس فقط يعني عن طريق الواتساب كله فقط وأي ملاحظة يأخذها بعين الاعتبار ويغير أي ملاحظة إلى من الناحية السلبية إلى الناحية الإيجابية. طبعاً في النهاية يعني أتمنى لكم إن شاء الله مزيد من التميز والانطلاق إلى الأمام وإلى العالمية إن شاء الله. For all the world إن شاء الله. إن شاء الله. شكراً جزيلاً. عفواً. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله أحسن الجزاء لكلمتكم. جميعاً إن شاء الله. بارك الله فيكم. يا الله السلام عليكم.